السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد البغيوش بالنيوتيلا او بالحشوة ديال النيوتيلا، اللي صراحة كيجي لذيذ بزاف. انا ني استعملت نيوتيلا، كيمكن لكم تستعملوا اي حشوة بغيتوا، ماشي ضروري تستعملوا نيوتيلا، وكذلك يمكن لكم تستعملوا الطريقة كلها وبلا ما تعملوا اي حشوة يعني في بغيوش ديالكم، يعني اكيد كيبقى الاختيار ديالكم. المهم هو ان هذا البغيوش هذا صراحة كيجي خفيف وكيجي رائع. اليوم ان شاء الله نحضروا معكم بلا حليب وبلا زيت، كيجي من اروع ما يكون، كيجي لذيذ بزاف في المذاق ديالو، كذلك حتى في الخفه ديالو، فهو كيجي خفيف، كيجي مقطن، يعني كيجي مجعب واعر بزاف بالنسبه للناس اللي غيبغيو هكا يخدموا كذلك لي كوموند. فهاد البغيوش هذا من بين البغيوشات اللي كيكونوا ناجحين اكيد 100%، وحتى الطريقه اللي هتشوفوا معايا الطريقة اللي هي سهلة بالشرح، اللي هو مفصل جدا. كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى كذلك تعجبكم الحلقة اليوم، وما تنساوش تبارطاجوها كذلك مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائدة ان شاء الله للجميع. ودابا نخليكم مع طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي عندنا، فهنا كنحتاجو جوج ديال البيضات، هنا كناخد صفر ديال البيض اللي غنحتاجو في التزيين. وبالنسبة للعجينة ديالنا، فكنحتاجو البيضة كاملة، بيض ديال البيضة. هنا عندي 50 غرام ديال الزبدة، أنا استعملتني زبدة نباتية. كذلك عندي هنايا 100 غرام ديال السكر سنيدة، اللي يمكنكم تعملو حتى 120 غرام. هنا عندي شوية ديال الملحة. هنا كنحتاجو واحد ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، اللي كيمكنكم تعوضوها بخميرة معجونة. هنا كذلك عندي خنيشة ديال السكر فانيل، اللي كيمكنكم تنسمو بأي حاجة، سواء بالقشرة ديال الحامض أو بالقشرة ديال البرتقال. كذلك عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات. وهنايا عندي 300 ملل ديال الماء اللي كيكون دافي. فكيف شفتوا معايا، هادو هما المقادير والمكونات. ودابا إن شاء الله نشوفوا طريقة التحضير. بالنسبه للطريقه، فهنا كناخد واحد الاناء اللي كنعمل فيه الماء. بالنسبه للماء كيبقى لكم في الاول، كيكون الماء دافي. بالنسبه للعبارة عندنا 300 ملل. كذلك انا هنا ضفت 100 غرام ديال السكر سنيده، اللي هو كاس ديال العلبه. اذا بغيتوا البغيوش ديالكم يجيكم حلو، فكيمكنكم تعملوا حتى 120 غرام. كذلك هنايا ضفت واحد ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، يمكنكم تعوضوها كذلك بخميره معجونه. هنا كنخلطوا مزيان حتى كيذوب ليا السكر وكذلك الخميره. هنا من بعد ما كنكونوا خلطنا كلشي مزيان حتى كيكون داب معنا السكر وكذلك الخميره، فهنا كنضيف قبيصه ديال الملحه، وكذلك كنضيفوا هنايا البيض ديال البيضه، وكذلك بيضه كامله. وهنا كذلك كنضيفوا السكر فاني. كيف قلت لكم، يمكن لكم كذلك تضيفوا القشره ديال الحامض او القشره ديال البرتقال. هنا كنخلطوا مزيان. هنا من بعد ما كنكونوا خلطنا كل شيء مزيان، فهنايا كنبقاو نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق، عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ضروري خصنا نغربلوه من قبل. فهنا بالنسبه للدقيق، فانا كنضيفوا على 3 ديال الدفوعات، يعني كنبقى نضيف الدقيق وكنخلط مزيان حتى ما كيبقاش يبان ليا، وكنرجع كنضيف الدقيق مره ثانيه، وكذلك بالنسبه للمره الثالثه، يعني ضروري كل مره كنخلطوا مزيان حتى ما كيبقاش يبان. وبالنسبه للعجينه ديالنا، كتكون العجينه اللي هي خفيفه. هنا من بعد ما كنكونوا خدمنا العجينه ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا، ومن بعد ما كنكونوا كملنا الكميه ديال الدقيق اللي كانت عندنا، اللي هي 500 غرام ديال الدقيق، انا ملي كنضيفوها كامله فكنحصلوا على العجينه اللي كتكون خفيفه بهذا الشكل هذا. هنا في اخر المرحله كنضيفوا الزبده. بالنسبه للزبده، كيف قلت لكم، عندي 50 غرام ديال الزبده، ومن الاحسن تكون بحراره المطبخ باش كتجي الخدمه، يعني كتجي خدمه سهله، ما كتعذبكمش، ودغيا ملي كتبقاو تعجنوا في العجينه ديالكم، يعني دغيا كتنسجم الزبده مع العجينه. فكيف كتلاحظوا بالنسبه للعجينه، عفوا بالنسبه للزبده، فهي عندي رطبه. فهنا من بعد ما ضفت على العجينه، فهنا كنبقى نخدمها بيدي بهذا الشكل هذا، لان العجينه كتكون خفيفه، وهنا خصني نخدم داك الزبده مع العجينه مزيان حتى ما كتبقاش تبان ليا الزبده تماما.
كي شفت الطريقه فهي سهله الصراحه وما كتاخدش الوقت بزاف. هنا فقط كنبقى نعجنها غير بهذه الطريقه هذه حتى ما كتبقاش تبان ليا الزبده. هنا من بعد ما عجنا العجينه ديالنا مزيان ومن بعد ما تخلطنا ديك الزبده مزيان مع العجينه، هنايا بالنسبه للعجينه فهي كتكون العجينه اللي هي خفيفه كيف شفتوا هنا. هذا هو السر باش كتجينا البغيج ديالنا كتجينا خفيفه وكتجينا يعني مجعبه من الداخل، يعني ضروري بالنسبه للعجينه ديال البغيج خاصها تكون خفيفه ما خصهاش تكون قاصحه. هنا من بعد ما عجناها مزيان فهنا كنخليو العجينه ديالنا حتى كتخمر. هنا ضروري كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي يعني ما كنخليوش الهواء كيدخل مع العجينه ديالنا، وكذلك نغطيوها بواحد المنديل وكنخليوها على حسب الجو. اذا كان الجو سخون راه ما كتاخذش الوقت بزاف، لكن اذا كان الجو بارد فتقريبا كتاخذ لنا واحد الثلث حتى واحد 30 دقيقه يعني حتى كتخمر وكتضاعف الحجم ديالها مزيان. عاد ان شاء الله نوريكم طريقه التحضير. هنا كيف كتشوفوا معنا من بعد ما خلينا العجينه ديالنا حتى كتخمر وكترتاح مزيان وكتضاعف الحجم ديالها كتجيب هذا الشكل هذا. هنايا باش نخرجوا من هذيك الهواء هنا كنرش الدقيق غير واحد شويه فوق الطبله ديال العمل، لان العجينه كيف هتشوف معايا العجينه كتكون خفيفه. هنا كناخذ العجينه ديالنا ونعملوها فوق الطبله ديال العمل باش اول حاجه قبل ما نشكلوها فضروري خصنا نخرجوا من هذيك الهواء اللي كيكون فيها. كيف كتشوفوا معايا العجينه كتكون خفيفه بزاف. فهنا ضروري كنبقى نعجن غير بهذا الشكل هذا. فهنا اول حاجه كناخذ العجينه ديالنا من بعد ما جمعناها بهذا الشكل هذا على الشكل دائري باش تعطيني الطريقه ديال التقتال اللي الطريقه اللي غتكون يعني سهله. هنا اول حاجه كنبقى نقسم في العجين ديالي، هنا كنقسمو انا على 12 يعني خصني نخرج 12 قطعه اللي كتكون او كنحاولوا اننا يكونوا مقادين مزيان. فهنا اول حاجه كنقسموها على جوج من بعد كنرجعو كنقسموها على اربعه، وكذلك نبدا نرجع نقسمها هكا على قطع صغارين كيف قلت لكم. المهم هو اننا كنخرجوا 12 قطعه يعني كل قطعه كنخرج منها ثلاثه. بهذه الطريقه هذه كتجيني الخدمه اللي هي سهله. فهنايا من بعد ما قسمنا العجين ديالنا على 12 قطعه فهنا كناخذ كل قطعه كناخذوها كنحاولوا اننا نكوروها بهذا الشكل هذا، وكذلك يعني من بعد ما كنكونوا سالينا القطعه ديالنا كامله فكيكونوا العجين الاول كيكون ارتاح مزيان. هنا كيشوفوا الطريقه فهي سهله. هنا ضروري كنستعنوا بشويه ديال الدقيق باش كتجينا الخدمه سهله لان العجينه عندنا خفيفه ورطبه. وهنا باش كنزينو البغياج ديالنا فكنحتاج هنايا شويه ديال الشوكولاته ديال الدهن كيف كتكون تستعملوا اي نوع عندكم. هنا كذلك ناخذوا العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحوا غير شويه فهنا كنحاول انني نطلقهم غير واحد شويه هكا غير باليد، ومن بعد كناخذ واحد الكميه ديال الشوكولاته ديال الدهن او الشوكولاته ديال النوتيلا يعني اي ماركه عندكم او اي يعني النوع اللي كتوفروا عليه. كذلك يمكن لكم تعوضوها كذلك باي حشوه بغيتوا، سواء بغيتوا تستعملوا حشوه ديال الزبده ديال الكاكاو، كذلك يمكن لكم تستعملوا العقده ديال اللوز، يعني كيبقى الاختيار ديالكم اكيد. هنا كنضيف تقريبا ملعقه صغيره ديال الشوكولاته ديال الدهن، وهنا كنرجع كنجمع العجين ديالي مزيان وكنرجع كنكورو بحال اللي عملنا في الاول، وكنبقى يعني مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي كامله يعني كلها كنعمرها بالشوكولاط.
هنايا بالنسبه للمول اللي نحتاجه، فخديت هذا المول هذا بعد ما دهناه بشويه ديال الزبده وكذلك رشيناه بشويه ديال الدقيق. كذلك بالنسبه للعجين ديالنا، العجين ديال البغيوش من بعد ما سرينا التحضير ديالو، يعني من بعد ما عمرناهم بالحشوه ديال الشوكولاط ديال الذهب، فهنا كناخذوهم وكنضغط عليهم غير واحد شويه بهذا الشكل هذا، لان هنا عندنا فيهم الحشوه ديال الشوكولاط، يعني ما خصهاش تبان لينا بزاف. فهنا كنضغط عليها مزيان وكنضغط عليهم على الشكل دائري بهذا الشكل هذا. فكي شفتوا الطريقه فهي سهله. فهنايا بعد ما كنحصلوا على القريصات بهذا الشكل هذا، كناخذوا المول ديالنا وكنحطوا القريصات ديالنا ديال البغيوش بهذا الشكل هذا كيف هتشوفوا معنا، باش نشكلوا البغيوش ديالنا وكيعطينا واحد الشكل في الاخير اللي صراحه كيجي واحد الشكل اللي هو مزيون بزاف. فهنا غنبقى مستمره يعني بنفس الطريقه. هنا كنضغط على العجين ديالي بهذا الشكل هذا، يعني هنا كنحاول انني نضغط عليه غير واحد شويه، ومن بعد ملي كنسالي كنحطها على العجينه الاولى اللي سبق لينا وحطيناها في المول بهذا الشكل هذا، يعني كنحطهم على الشكل بحال الشكل ديال المروحه، يعني كنبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال العجين اللي عندي كامله بنفس الطريقه. فكي شفتوا الطريقه فهي سهله، وكنظن بان الفيديو فهو واضح. هنا كيف شفتوا معنا، يعني بقيت كنشكل في العجين ديالي حتى كملت الكميه ديال العجين اللي عندي كامله اللي هي 12 قطعه. ومن بعد ما كنكونوا سالينا كنكونوا حصلنا على هذا الشكل هذا اللي هو الشكل ساهل بزاف، لكن النتيجه صراحه كتكون النتيجه اللي هي مزيونه بزاف. فهنا غنرجع نغطيه وغنخليه حتى كيخمر وكيضاعف الحجم ديالو. هذا ان شاء الله غنقومو بالتزيين ديالو وندخلوه للفرن. فهنا كيف شفتوا معنا، من بعد ما كيكون خمر البغيوش ديالنا مزيان وكيضاعف الحجم ديالو كيجي بهذا الشكل هذا، هنا قبل ما كندخلوه للفران، فهنا سبق لينا كنا احتفظنا بصفار ديال البيض. فهنا كناخذوه كنطربوه مزيان، ومن بعد كندهنوا البغيوش ديالنا مزيان. هنا بالنسبه للطريقه ديال الدهن، فمن الاحسن كتحاولوا انكم تدهنوا غير بشويه، لان البغيوش ديالنا عندنا خامر مزيان، اذا بقينا كنضغطوا على العجينه ديالنا فالبغيوش هيرجع ينزل لينا. فهنا خصنا نحافظوا على الشكل ديالو، فضروري خصنا ملي نكونوا كندهنوا نحاولوا اننا ندهنوا غير بواحد شويه باش ما كتنزلش العجينه ديالنا. وهنا من بعد ما كنكونوا سالينا بالنسبه للتزيين، فانا هنا خديت شويه ديال الزنجلان. يمكن لكم تاخذوا اي نوع ديال الزراره اللي عندكم، يمكن لكم تشكلوهم يعني بطريقه ديال التزيين ديالكم كيف ما بغيتوا. انا فقط هنايا خديت غير الزنجلان. وبالنسبه للتزيين فكيف كتشوفوا معايا، يعني واحد القطعه كنعملها الزنجلان وواحد القطعه كنخليها غير بالصفر ديال البيض فقط، فهذا كيبقى اختياري حتى بالنسبه للي ما كيعجبوش الزنجلان فكياخذ القطعه اللي كيكون ما فيهاش الزنجلان. كذلك كيف قلت لكم يمكن لكم تستعملوا زريعه الكتان، يمكن لكم تستعملوا بافو، يمكن لكم تستعملوا زريعه ديال نوار الشمس، يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الزراره او الشوفان، يعني كيبقى اكيد الاختيار ديالكم واللي متوفر اكيد عندكم. وهنايا من بعد ما كنكونوا سالينا، فهنا مباشره كندخلوا البغيوش ديالنا للفران على درجه الحراره 180 درجه. من بعد ما كنكونوا سخنا الفران ديالنا مزيان وكندخلوا البغيوش ديالنا حتى كيتحمر وكيطيب مزيان، من بعد كنخرجوا. وهنايا من بعد ما كيكون طاب معنا البغيوش مزيان كيجينا بهذا الشكل هذا، صراحه كيجي رائع بالنسبه للمنظر ديالو. وكذلك هنا خليته صراحه حتى برد مزيان، هذا نقدمه معكم. هنا بعد ما كنخليوه حتى كيبرد يعني بكل سهوله كيتحيد من المول اللي حنا طيبنا فيه، صراحه كيجي خفيف وكيجي عالي من الجوانب ديالو، كذلك كيجي حتى في المنظر ديالو كيف شفتوا معنا. ففي المنظر ديالو صراحه كيجي رائع حتى بالنسبه للشكل ديالو، يعني الطريقه كيف شفتوا معنا الطريقه اللي هي سهله. هنا كنقدموا في التفصيل ديال التقديم، وهنا ان شاء الله نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، يعني كتجي واحد الحشوه ديال الشوكولات ديال نوتيلا، يعني صراحه كيجي واحد البغيش اللي هو لذيذ بزاف وكيجي خفيف بزاف. صراحه اللي يمكننا نقدموه في جميع الاوقات، سواء كان في الفطور ديال العيد، سواء كان في ليكوتي، سواء كان بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا يخدموا لي كوموند او لا يمكن لهم يحضروا البغيش،
صراحة كي شفتوا معنا الطريقة سهلة وكيجي ناجح معنا بزاف وكيجي خفيف كيف كنوريكم. كنتمنى صراحة انكم تجربوه، كذلك كنتمنى انكم تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم باش كتعم الفائدة ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، والسلام عليكم.